آن أبلبوم في موقع مجلة The Atlantic: الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية جديدة تجاه العالم المستبد. تعتبر الكاتبة أن العقوبات الغربية لا تخيف تحالف الأنظمة المستبدة بقيادة الصين وروسيا، لأنها تعرف أن بإمكانها مواصلة القيام بتبادلات تجارية مع بعضها البعض. وتنتقد أبلبوم عدم استعمال الغرب للردع العسكري من خلال تسليح أوكرانيا قبل اندلاع الأزمة الحالية. وتدعو الكاتبة إلى استراتيجية جديدة تجاه العالم المستبد تتضمن آليات للردع العسكري ووضع حد لقيام الأثرياء المقربين من الحكام الطغاة في هذه الدول بتبييض الأموال وشراء النفوذ في الغرب. وتختم الكاتبة بالدعوة إلى تقويض الآلة الدعائية للدولة المستبدة وإطلاق وتطوير عمل المؤسسات الإعلامية الموجهة إلى مواطني هذه الدول والترويج للقيم الديمقراطية باللغات التي يتحدثونها. وانغ هوياو في نيويورك تايمز: حان الوقت لعرض مخرج من أزمة أوكرانيا على روسيا، يمكن للصين أن تساعد في ذلك. يعتبر الكاتب أن الحرب في أوكرانيا دخلت في حلقة تصعيدية مع اكتشاف بوتين أن الانتصار لن يتحقق بسرعة، ما أدى إلى تسعير حدة المواجهات العسكرية مقابل تشديد الغرب عقوباته على موسكو. ويحذر من أن تزايد الضغط على بوتين قد يدفعه إلى اتخاذ قرارات أكثر راديكالية. ويدعو الكاتب لمنح الرئيس الروسي مخرجا من الأزمة بمساعدة الصين، ويرى أن واشنطن قد لا ترغب في لعب بكين دور الوساطة لأنها تعتبرها خصبا استراتيجيا. ويختم الكاتب أن للصين مصلحة في تسوية سريعة للحرب، لأن روسيا وأوكرانيا كليهما عنصران مهمان في مشروع طريق الحرير، ولأن بكين حريصة على علاقاتها الاقتصادية مع الغرب التي تفوق في أهميتها علاقتها الاقتصادية مع موسكو. هاري كازيانيس في موقع صحيفة نيويورك بوست: الصين وروسيا تشكلان محوراً جديداً لتحدي الغرب. يعتبر الكاتب أن الحرب في أوكرانيا ستجعل من روسيا بلداً تابعاً للصين، وهذا هو الثمن الذي سيدفعه بوتين للبقاء في السلطة بعد حربه الكارثية على أوكرانيا، لسيما أن بوتين بحاجة أيضاً إلى أموال بكين النقدية واستثماراتها التجارية المدنية والعسكرية في ظل عقوبات غربية تهدد بتدمير الاقتصاد الروسي. ويتوقع الكاتب أن تكون الصين هي الرابح الوحيد من الحرب في أوكرانيا من خلال حصولها على موارد النفط والغاز في سيبيريا وأحدث التكنولوجيا العسكرية الروسية، مما سيجعلها تنافس واشنطن، فضلا عن أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية الروسية. ويتوقع الكاتب ألا يصمد هذا التحالف مستقبلا، لأنه سيصعب على روسيا الاستمرار في الدفع للصين مقابل إنقاذها. ديفيد روثكوبف في موقع ذا ديلي بيست: الصين على وشك ارتكاب خطأ كبير من خلال دعم روسيا. ينقل الكاتب عن مصدر مطلع على تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي جيك ساليفان بنظيره الصيني قوله: إن المسؤولين الأمريكيين يشعرون أن الصين تريد أن تظهر رغبتها في لعب وساطة لحل أزمة أوكرانيا، في حين أنها مصممة على دعم بوتين اقتصاديا وربما عسكريا وراء الكواليس. ويعتبر أن الصين ترتكب بذلك 4 أخطاء قاتلة: أولاً، تقويض مسعاها للاعتراف بها كدولة رائدة على المسرح الدولي. ثانياً، إمكانية تحول روسيا لعالة على الصين مع استمرار الحرب. ثالثاً، المجازفة باقتصاد الصين إن ثبت تقديم بكين دعم عسكري لموسكو أو مساعدتها على التحايل على العقوبات الدولية. رابعاً، التسبب في حرب باردة مع الولايات المتحدة والغرب.